خلونا نبدأ نشوف وقبل ما نتكلم في المستقبل خلونا نرجع مع بعض ونشوف احنا عملنا ايه في عام 2015. الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نكون جنب الناس في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمان. عملنا قوافل. البرنامج السنة دي اللي فاتت قدر ينظم اكتر من 60 قافلة كبيرة لمحافظات الفيوم وقنا واسيوط والبحيرة واسكندرية وبني سويف. تنوعت قوافل دي ما بين قوافل غذائية وطبية للفقراء وإعمار وتسقيف بيوت وتوزيع لحوم وبطاطين، وده بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية اللي أنا بشكرهم شكرا جزيلا. بالنسبة لقوافل المواد الغذائية، البرنامج قدر يوزع خلال السنة دي تقريبا 10,000 كرتونة مواد غذائية، وزعناها في عشوائيات اسطبل عنتر وعزبة خيار الله وتراب اليهود وأكشك أبو السعود في مصر القديمة ومطار إمبابة وعزبة البيضة ومؤسسة الزكاة بالمرج، وما ننساش أهالينا في الصعيد. وزعنا في مركز بني مزار بالمنيا وفي قرية داود ومركز يوسف الصديق بالفيوم وفي محافظة إينا ومركز إهناسيا والزرابي الحبيبة بني سويف. كمان ما نسيناش الوجه البحري وحبايبنا في الوجه البحري، وزعنا في المعمورة البلد واسكندرية ومركز دمنهور البحيرة، ده إلى جانب كراتين مواد غذائية في سينا ورفح والعريش. ربنا يرفع عنهم الغمة اللي هم فيها، وده كله بالتعاون مع جمعية واحد من الناس اللي أنا بشكرهم جدا وبشكر مجلس إدارتهم وجمعية الأرمان المحترمة برئاسة الأستاذ المهندس حسام أباني وجمعية رسالة نور على نور برئاسة المهندس حاتم أحمد فراج وجمعية دوابة الخير وجمعية رسالة برئاسة الأخ العزيز الشريف عبد العظيم. وبكل دولة ناس عملوا معنا خير. كمان حاولنا برضو نشتغل على المحتاجين ونزلنا ونظمنا قوافل الكساء، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نوزع 10,000 بطانية في القاهرة في أكشك أبو السعود في مصر القديمة والمرج ومؤسسة الزكاة وفي محافظات كتيرة في الوجه البحري ودمنهورك ومحمادة وأبو المطامير وحي فيصل والجنيني والأربعين بالسويس. وتحياتي لأهل السويس أهل بلد الجمال والمعمورة والعمرية بإسكندرية ومحافظات الصعيد المحتاجين بجد. فوزعنا بطاطين في الفشن والخلدية والصعايدة بالفيوم ومغاغة بالمنيا، وده كله بالتعاون مع جمعية واحد من الناس وجمعية مصر المحروسة بلدي وجمعية أحلى حياة. تعالوا نشوف مع بعض ونفتكر القوافل الجميلة. وعايز أقول لكم إن المجهود ده بيتم من خلال فريق محترم جدا في واحد من الناس. الحقيقة عندنا فريق على أفضل ما يكون من الخدمات ماسكاها مدام سوسن صالح ومعاها مجموعة من الأنسات والشباب المتميزين جدا اللي بيعملوا الخير بشكل كبير جدا جدا. أنا بشكرهم جدا على كل الشغل اللي عملوه. بشكر الزميل أسامة خالد معد البرنامج وفريق البروديوسر الأستاذ وليد سعد والمخرج أحمد سيد وجميع العاملين، إبراهيم جلالة مدير الإنتاج اللي تحمل أعباء كتيرة في مناطق صعبة، والمصورين اللي كانوا بينزلوا معانا عشان نصور في عشوائيات الحقيقة في ظروف في منتهى الصعوبة والقسوة، والمونترين والمكساج والمونتاج. كل واحد الحقيقة لعب دور كبير في واحد من الناس أنا بشكره. تعالوا نفتكر مع بعض قوافل واحد من الناس في عام 2015 عشان ربنا يدينا العمر ونشوفها كمان في 2016. احنا بنشكركم كل سنة وانتم طيبين، واحنا بنفشاك ابو السعود مصر القديمة. طبعا انتوا كل سنة فاكريننا في عز البرد اللي احنا فيه ده ومش عارفين نقول لكم ايه غير كونسيونا، لكن انتوا دايما فاكريننا ومدفيننا ومخلينا مش عارفين نقول لكم اي حاجة. يبارك فيكم ويطول عمركم ويزود خيركم. ربنا يصلح حالكم يا رب ويقويكم، ونشكر ابو السعود اللي جابوا لنا الحاجة الحلوة دي، ونتمنى انهم من رضا والكرم. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر الناس كلها اللي بتعمل خير ويبارك فيكم. يا رب ربنا يقدركم ويكرمكم ان شاء الله ويقدركم على فعل الخير. هنا هناخد بطانيه عشان البرد من واحد من الناس، وكل سنه وانتم طيبين ويعد عليكم بخير يا رب، وخدناها عشان تدفينا في الشتاء. والله يبارك لكم ويسعدكم يا رب ان شاء الله. انا عايزاكم تيجوا على طول، يعني انتوا يعني حاجه حلوه قوي اللي انتوا بتعملوها ديت في الناس. يعني لا ما فيش حد افتكرنا والله غيركم انتوا، واحد من الناس بس هو اللي افتكرنا. شاكرين قوي.
كتر خيركم ان انتوا اديتوا لي الشنطه دي، وانا فرحانه ومبسوطه ان انتوا اديتوا لي الحاجه دي. جايين النهارده علشان نوزع لحوم الاضاحي، ابتدينا في محافظه الفيوم ان شاء الله مكملين لحد محافظات الصعيد كلها. جينا النهارده قريه سميده صالح في الفيوم، بنوزع دلوقتي 250 كيلو لحمه. كنا حابين نشارك الناس فرحتهم، واحنا ان شاء الله مستمرين ومكملين مع بعض لحد التوزيع ان شاء الله شغال لحد اول يوم العيد كل محافظات الصعيد. جيت استلمت الشنطة من جمعية واحد من الناس، واستلمت هدوم لعيالي، وربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم أبدا. والصراحة الأستاذ عمرو الليس لما جه صور هنا في الترف والمقابر برضو ما نسناش، وجاب لنا أكل وزيت وسكر. ربنا اللي يعلم احنا محتاجين الحاجات دي قد إيه. بحمد ربنا اللي هم بيسألوا فينا كده اهوت، وما كناش مصدقين اللي هم مهتمين بينا بالطريقة دي. يا رب تجولنا على طول بحقيقة، لأن مش مصدقين اللي أنتوا قلتوا لنا. دي تاني مرة يجولنا، تاني مرة يقولنا ويسألوا علينا ويسألوا على الناس الغلبانة المسكينة اللي هي في الحتة في القرافة ديت، وبنشكرهم ألف شكر. النهاردة مؤسسة واحد من الناس بتعاون مع الإصلاح والنهضة، نزلنا مقابر زين العابدين بعد ما دكتور عمرو نزل وصورنا هنا في المقابر وصورنا وبرنامج صور. الحمد لله النهاردة مؤسسة واحد من الناس بتعاون مع الإصلاح والنهضة قدمنا 400 شنطة مواد غذائية، وعملنا معرض ملابس. محمد عنده 8 سنين وهو ما بيقدرش لا يقوم ولا يقعد ولا اي حاجه خالص، ونفسه ان هو يعني يتحرك يروح هنا. اخواته لما بيشيلوا بره سواعي بيقع منهم في الارض. اتصلت بواحد من الناس، حاولنا الدكتور عمرو على جمعيه الاورمان، وهم الحمد لله يعني جابوا لنا الكرسي، وانا ما كنتش يعني بقدر ان انا حتى لما كنت بشيله بتعب وما بيقدرش لا يطلع بره ولا كده. والله بشكر كل اللي ساهموا في الحكايه دي والله، لانه نفعوا بها ناس كتير. عشر سنين وانا يا باخد في علاج، والعلاج مش جايب نتيجه. اتصلت على واحد من الناس جاني كرسي، سلموني كرسي من جمعيه الرماء، بس انا فرحانه قوي اللي سلموني كرسي اتمشى عليه واطلع بره واشوف الناس واشوف الدنيا والحمد لله. ما بقدرش اتحرك يعني، انا عندي رقبتي بتتعبني، وانا عملت اي مجهود فبصراحه يعني بتعب. كان نفسي من زمان ان يبقى معايا كرسي زي ده لكي اكون يعني اتحرك اروح بيه هنا وهنا واي مكان يعني. ربنا يقدرهم على فعل الخير، ونتمنى لهم يعني ان هم يساعدوا الناس اللي زي حالنا. عبد العليم ظروفه صعبه، ما كناش بنقدر نخرج من بره من الشارع، وقاعد في البيت على لوحده على طول على كده. وبعدين سمحت على البرنامج، واحد الناس من الناس قلت لهم عايزين كرسي عشان نركب عليه عبد العليم عشان نعرف نحركه في الشارع ونطلعه بره، عشان ما بقدرش انا نشيل بند على حد يطلعه معايا بره. واول ما طلبنا الكرسي جابوا لنا الكرسي على طول بصراحه يعني، الله يصلح حالهم بحق النبي اهل الخير. يعني من حوالي 7 سنين أو 8 سنين كده كانوا مغبشين معايا، كانوا في اشوف زي بخار قدام قباش كده عاكسيني،
فما فيش قدرة كانت للعملية، فالحمد لله ربنا رزقنا. كل اسأله يقول لك مش عارف الكام الكام، وانا ما فيش قدرة انا راجل كنت سواق وطلعت عجز، عم اخذ 220 جنيه ومعي ثلاثة عم ربي فيه، هيكيمو يعمل عمليات ولا ياكل البيت ولا، فالحمد لله الخير برضو كثير الحمد لله. كنت قادر امشي واتكعب في الطرق من علي، انا كنت اتكعب والشغلة في العالي وفي الواطن ما اعرفش امشي، عملت العملية دي ودي رب خلاص وجيت لكم انت عملت مجانا، ما ربنا بارك فيكم وقويكم وصالح شاركم. انا مبسوطة بكم كلكم، ده بركتكم اللي جابتني. والله انا جاي علشان فيها قالوا لنا في عملية مية بيضة، عملوا لنا فحوصات، انتظر ان شاء الله هنعمل العملية دلوقتي. نشكركم جميعا كلكم. يا رب القوافل دي تتكرر، سواء كانت للعيون أو للنساء أو للأطفال، لأن العمليات غالية وانتوا بتساعدونا، واحنا يعني كل القوافل اللي هتجينا احنا هنرحب بيها وتساعد الفقراء في صعيد مصر. يا ريت. وان شاء الله يا ربنا يطلع فيكم البركة بإذن الله ويكثر من امثالكم باذن الله بالخير ان شاء الله. احب اشكر برنامج واحد من الناس لرعايته للحمله الثالثه لمعنى نعيد النور. النهارده مستهدفين ان شاء الله 5000 كشف، وده موجود وكشفوا عليه من بقالنا اسبوعين بنجهز ليها، وفي عندنا 100 حاله هنقوم باجراءهم النهارده، ولو تبقى حالات زياده بنحاول ان شاء الله نعمل استكمال ليها بحيث تبقى ما نتركش حد يعني محتاج انه يشوف النور وانه يتحرك بدون رؤية، خاصة اذا كان غير قادر. جابونا سلمونا كرتونة فيها مواد غذائية، فيها شاي وفيها سكر وفيها رز وفيها زيت، واحنا محتاجينها. كل سنه وانتم طيبين وجمعيه الارمان وواحد من الناس، واحنا نشكركم انتم بتبعتوا لنا كل حاجه ومبسوطين منكم، وكل سنه وانتم طيبين. كمان في واحد من الناس الحمد لله قدرنا نكشف على 500 حاله في الصف في الجيزه والعشوائية عين الصيرة في مصر القديمة من الحالات المعروضة للموت المفاجئ، وقدمنا لهم خدمة طبية متكاملة. وعايز اقول لكم الموضوع ده تم ازاي. الرجل العظيم المحترم العالم الجليل الكبير الدكتور شريف مختار في يوم الايام اختار عمرو الليسي وواحد من الناس عشان خاطر يكونوا هم الوسيلة اللي يشتغل من خلالها للوصول الى قلب مصر في العشوائيات. الرجل المحترم ده كان عنده دائما قلق شديد من فكرة الموت المفاجئ. دكتور شريف مختار اللي ما يعرفوش راجل عالمي، فضل ان هو يفضل في مصر بعد ما راح امريكا وعمل بحوث كبيرة واصبح من كبار دكاترة القلب، وجاء عمل هنا في كلية الطب في مصر مركز شريف مختار للحالات الحرجة. المركز ده خرج النهاردة افضل دكاترة القلب في مصر، لكن دكتور شريف ربنا يديله الصحة وطولة العمر قالك لا، أنا شايف إن السكتة القلبية منتشرة، وعملنا اتفاق مع بعض ووقعناه في البرنامج وأزعناه في البرنامج عشان ننزل نكشف على الفقراء والغلابة بدون مقابل. بنعمل تحاليل كاملة وصورة دم كاملة ورسم قلب، وطبعا بيكون معانا من وحدة دكتور شريف مختار أطباء متميزين جدا، وكل ده بالمجان. اللي محتاج يعمل قسطرة بيعملوها له، اللي محتاج يعمل تغيير شرايين بيعملوا له. ربنا يجازيهم خير ويكرمهم، وان شاء الله احنا مستمرين معاهم في عام 2016. تعالوا نشوف التقرير.
حضراتكم احنا النهاردة في كلية طب قصر العيني وتحديدا في مركز الدكتور شريف مختار، هذا المركز العريق اللي انشأه الدكتور شريف مختار كأول مركز مصري عالمي للحالات الحرجة. والحقيقة النهاردة سبب وجودنا هو توقيع بروتوكول بين واحد من الناس وبين الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، المشروع القومي لمواجهة مخاطر السكتة القلبية. هذا مشروع اللي تبناه وهذه الجمعية الكبيرة التي رأسها الدكتور شريف مختار، قرروا ان هم يدعموا المواطن البسيط من خلال واحد من الناس من سكان العشوائيات والأماكن الفقيرة للكشف عليهم لتجنب إصابتهم بأمراض السكتة القلبية. وأنا قاعد دلوقتي مع دكتور شريف، المفروض بنستعد لتوقيع البروتوكول. دكتور أنا أولا بشكر سيادتك جدا على يعني اختيارك لواحد من الناس يكون شريك في هذا المشروع، يعني ده شرف ليا، وكان وضع طبيعي أن احنا نفكر في برنامج حضرتك وفي حضرتك لأن توجهاتك واضحة جدا وأعتقد أن هو ماشية في نفس الخط اللي أنا بفكر فيه، وربنا الموفق. والله ربنا يوفقنا ونكون عند حسن ظن حضرتك ونقدر يا رب نعمل يعني الهدف المرجو. لكن عايز أعرف حضرتك يا ريت تكلمنا وتكلم المشاهد قبل ما نوقع البروتوكول يعرفوا يعني إيه بالضبط الحملة وطبيعتها إيه عشان يعني يستوعبوها أكثر. والله هو الحملة زي ما قمنا بها في أماكن أخرى سابقة في جامعة القاهرة ونادي الصيد وأعتقد البنك الآلي مع بعض يعني التغيرات اللي تناسب كل مكان على حدة. الهدف منها ان احنا مثل هذه الاماكن اللي حضرتك هتحددها لنا هيبقى فيها حملة قومية، هيبقى فيها توزيع لغرض الفحص العام. يعني الناس لازم تفهم ان ده اساسا مش مجرد فحص طبي شامل ان انا هكشف عليه، ولو ان ده ممكن يبقى حاجة جانبية اضافية تطوعية يعني، إنما الفكرة كلها تبدأ بعملية المسح إن هم لازم نشوف الناس الضحايا المحتملين للسكتة القلبية ومرضى القلب فيهم، معظمهم مرضى قلب، لأن السكتة القلبية مش هتحدث في قلب سليم أو ما يبدو في ظاهره سليم إلا في أقل. طب ولا هنلاقي عيان يا فندم هنعالجه إن شاء الله؟ هيتعالج، هيجري فحص بقى الخطوات التشخيصية الأول اللي هي زي ما قلنا الفحص ورسم القلب و24 ساعة الهولتر مونيتور والإيكو، الحاجات اللي أصبحت روتينية شبه روتينية دي كلها الأماكن الفقيرة بالمجان يا فندم. بالمجان إن شاء الله، ده شيء عظيم جدا. ومين يا فندم هيكون بقى مع سيادتك من الأطباء إن شاء الله؟ طبعا يعني حضرتك بترأس المجموعة. أنا أقول لحضرتك هو المشروع البروجكت ده أنا المشرف على المشروع الأستاذة الدكتورة عليا عبد الفتاح رئيس القسم الأسبق، وهي لازالت أستاذ عامل القسم دي المساعد للمشروع. وبعدين في مجموعة من الأطباء اللي سميهم مجموعة أطباء دعم الحياة موجودين معانا، ومعانا بروجكت مانجر بقى تبع مؤسسة مصر الخير كمان للدكتورة هدى شعراوي. طبعا عظيم التوفيق إن شاء الله، واسمح لي بقى نوقع البروتوكول إن شاء الله. مبروك ان شاء الله، مبروك جدا. وانا شاكر الثقه دي واتمنى نكون عند حسن ظن سيادتك دكتور شريف، وان شاء الله نقدر يعني نكون يعني خير معين في حمله عظيمه وكبيره زي دي، ونقدر يعني نساهم ولو بحاجه بسيطه جدا في هذا المشروع الكبير لعلاج الفقراء والمهمشين من سكان العشوائيات والقرى الفقيره في علاجهم من امراض القلب خصوصا السكتة القلبية. كلام النيه موجوده ان شاء الله، البركه في سيادتك يا فندم، وعلى وعد ان هيكون بقى في لقاء مطول ان شاء الله مع حضرتك واحد من الناس. انا شاكر جدا، شكرا. عشان عرفت ان في قافلة طبية، في ناس كتير ما بتقدرش تعمل الكلام ده هو نظرا للظروف الاقتصادية، فدي حاجة جميلة جدا وحاجة كويسة عشان الناس تقدر تطمن على نفسها صحية. واحنا بنشكر مؤسسة واحد من الناس ووحدة الدكتور شريف مختار للقلب. احنا بنشكر الدكتور شريف مختار مؤسسة واحد من الناس على العمل اللي هم بيعملوه. انا جيت هنا اساسا انا اعمل تحليل دم وصورة دم كاملة وكشف طبعا حاجة جميل ان يوفر تحت الناس من حياتها.
الحاجات دي مش متوفره وبتساعد ناس كتير تيجي تزورنا. اسمح لهم ان يعملوا الحاجات دي. جيت هنا النهارده عشان اعمل تحليل نعمل لعبه الفتح الناس الغلابه كلها اهل مركز الصف كله. فجينا بلينا التحليل. فبالنسبه لي انا عملت تحليل شامله كامله الدم كله واطمئن كله واطمئنيت على الدم وبسم قلب. برضه في قافله تعميه عندنا في الصف قافله طبيه تقدم رسم قلب وتطمنوا عليا وتطمنوا على نفسي والحمد لله وربنا يبارك فيكم جميعا ويسعدكم. النهارده عملت تحت تحليل دم ورسم قلب ولسه هخش اكشف كده. بس هو الصراحه مجان وما خدوش اي حاجه مننا ولا فلوس ولا اي حاجه. عاوز زمان اعمل رسمه بجد رسمه مش قرة من 14 من 18 فلت وما قدرتش بجد العلاج سنتين. جيت هنا عملت رسمه قلب وتحت تحليل دم ودخلك شباش والدكتور يكتب العلاج اللي هجيبه. ربنا يجعلكم من اهل الخير يا رب. احنا كمان رحنا للبيوت اللي هي من غير اسف وعملنا حملة لإعمار القرى وتسقيف البيوت. حاولنا نغير من حياة العديد من الأهالي اللي قدروا بعدها إنهم يعيشوا حياة كريمة في مسكن آدمي. وقمنا بإعمار وتسقيف أكثر من 35 بيت في مركز الفاشن في بني سويف و23 بيت بقرية عرب سراب بشبرمنت وقرية النخيلة بأسيوط. وده بالتعاون مع الجمعية المحترمة جمعية الأرمان وجمعية دوابة الخير جمعية رسالة نور على نور. تعالوا نشوف. ما عايشين في حاجه وحشه وحاجه تراب وعقارب ومسيل. كنا عايشين تعبانين خالص. اما دلوقتي حاجه حلو. عملوا لنا سيراميك وجابوا لنا بوتاجاز وغساله ومطبخ وثلاجه وحاجه حلو. والحمد لله ربنا عطانا شقه كويسه ومليح وربنا يخليكم ويعليكم. البيت الاول كان فيه عباره عن شجر عباره عن جريد من الشجر مسوق بالسقف ولا محاره ولا نور ولا ميه ولا اي حاجه. التراب كان ينزل من فوق واي راجل من المواطنين في صحبات الحالات دي مش هيقدر يعمل ربع اللي اتعمل ده. طول ما في ناس بالطريقه دي في عمل الخير مصر بخير. كنت بخاف من التعابين والديابه بالليل وكنا نايمين في الظلم يعني. والحمد لله ربنا كرمنا بجمعيه الارمنت وناس من واحد من الناس ونشكرهم ونحمد ربنا. الحمد لله عملوا لنا بيوت نظيفه وسيراميك ونوم وثلاجات وغسالات والحمد لله يعني بيجي الواحد مرتاح نفسه مرتاح يعني والحمد لله. احنا ما كناش متوقعين بالحاله الحلوه دي خالص الصراحه يعني. انا عن نفسي انا وعيالي مش هخرج من بيتي خالص ابص للحاجات الحلوه دي واعيش فيها. عدم كان خنافس وبينطر عليهم النطرة وكان عليهم عشش بتاع بوص وحشرات بتنزل من السطح ويوتم دول ما حلتهمش حاجة وناس غلابة والله غلابة ما حلتهمش أي حاجة والله بندعي لهم من ساعة ما جو نظفوا لنا البيت وحطوا لنا مية وسيراميك وبيضوه وعملوا كل حاجة والله يا صلاة النبي ربنا يخليهم ويقدرهم على فعل الخير. أهل الخير عملوا لنا مية ونور وعملوا لنا البيت ونظفوا. ربنا يخلي اللي بيحن على الناس حن عليه ربنا يا رب يخليهم. عملوا لنا السقف وعدلوا لنا البيت ونظفوا لنا البيت يعني والحمد لله. جعلهم مصرين دنيا وآخرة يدكم الصحة وقويكم يا رب.
والله مبسوطة قوي عشان أمي حتى اللي هش في البيوت. إيش يا لو عنا لأمها اللي يعلم الله. والله ربنا يعينهم. والله أنا بشكرهم قوي 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 قوي. مبسوط عشان عمل البيت وصرمكوه ودوه لون وعقدوه وركبوا فيهم مية وكهرباء. ما كانش عندنا مية يعني من يوم ما اتولدنا احنا ما فيش مية هنا بنملى من الترومبة تبقى كمية تبقى لونها اصفر كده اصلا لازم نملاها كل يعني 3 4 ساعات نملى عشان نشرب لما كان المية مثلا تتركن في الطشت او الجيرك اللي بنملى منه كانت بتترسب فيها حاجات وحشه وكده. جت جمعية الهنا اتحد مع برنامج واحد من الناس من فتره يعني ودخلوا لنا المية كده مواسير وعملوا لنا مية بصفه دايمه وكده والحمد لله المية بقت جميله ولونها حلو. المية الأول كانت وحشة وكانت مصدية بتجيب لنا المرض بس احنا دلوقتي انتوا جبتوا لنا مية كويسة ومية نظيفة بنشرب منها. بنشكركم ان انتوا جبتوا لنا مية كويسة نظيفة وحنفيات وحاجات حلوة ان احنا كنا ولا بنشيل على دماغتنا من يعني كده. فرط علينا الشقة والتعب كنا بنشيل ونجيب من بره انما الوقت هي قدام بيتنا بنملى على طول ونمشي من حنفية ما بنشيلش زي الأول. كده استريحنا عشان ما كناش بنشرب مياه كويسة كان مياه مش نظيفة. بشكر البرنامج وألف شكر على المياه الحلوة اللي هم بعتها لنا دي. ده بيضنا البيوت وعدلونا وجابوا لنا يعني ما يطبخونا وعملوا لنا حاجات. البيوت كانت مكسره وهم اللي عدلوها لنا ربنا يخليهم. يعني ركبوا لنا ميه الاول حنفيات ونور واللي هو عملوا لنا البيوت. ركبوا لنا ميه وفي الحمامات وعملوا لنا مجاري وعامل لنا السقف وكده يعني كويسين والله. واحد من الناس بنشكره وربنا يوسع عليهم يا رب ويديهم كل حاجه يا رب. قريه عرب سراب من اكتر القرى اللي في مصر فعلا اللي فيها مشاكل. يمكن القريه دي من فتره فاتت مش زي دلوقتي خالص زي ما هنشوفها دلوقتي. زمان كان عندهم مشاكل كتيره ميه مفيش ميه مفيش كهرباء المطره بتنزل مفيش اسقف في البيوت. البيوت يمكن كلها قديمه جدا مش مدهونه. كل ده حصل له تجديد بالكامل ويمكن احنا في البروسيس شغالا ده بيكمل يعني بدا يدخل لها مجاري وميه. ويمكن النهارده احنا جايين ايفنت كبير هنكمل على اللي حصل ده وهنبدا يعني البيوت بدات تدهن واحنا هنكمل على ده. رعاية